السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة تكلا ستيل. إن شاء الله هنكمل مع بعض كورس الستيل على برنامج تكلا ستراكشر 2020. النهاردة هندرس مع بعض سيشن سبعة بتتكلم عن الكولوم. تابعوا معانا الشرح. نمسك هنا الستيل فوق هنا خالص، في بقى كولوم هنتك دبل كليك. احنا متفقين ان الدبل كليك يعرفونا ازاي نعمل ايديت او يطلعلنا الاوبشن بتاع اي حاجة. طيب عملنا هنا دبل كليك مثلا على البيم، هيجيب لنا هنا اوبشن البيم هنا. طيب احنا دلوقتي في الايه، في الكولوم، دبل كليك طلعت لنا هنا. هنبصوا بقى هنا في حاجة اسمها جنرال، هنلاقي النيم وهنلاقي البروفايل والماتيريال والفينش والكلاس. طيب احنا دلوقتي ده مش مهم معانا، هنخش على اول حاجه النمبرنج. لازم يبقى عندنا فكره النمبرنج. يعني ايه النمبرنج؟ عندنا حاجتين، بارت نمبرنج واسمبلي. ايه الفرق بين البارت والاسمبلي؟ الاسمبلي ده اللي هو الجزء اللي فيه البارتات. يعني مثلا انا لو رايح لنجار واقول له يصنعني كرسي، فهو عنده كاف واحد ده اللي هو الكرسي الكبير. طيب الكرسي الكبير ده فيه ايه؟ فيه مثلا قاعدة وفيه اربع رجول وفيه ظهر، تمام. طيب هو دلوقتي البرطات بتاعت الكرسي بتتجزأ لمثلا اربع رجول وظهر وقاعدة، تمام. لكن الاسمبلي دي كلها هي دي اسمها كرسي، اسمها كاف مثلا واحد. الكاف واحد دي بتتجزأ لبرطات، يعني كأن مثلا العمود بتاع الستيل كله اسمه اسمبلي. طب العمود ده فيه ايه؟ فيه جزء اللي هو العمود اللي هو برط عمود، وفي كمان استفنر، وفي مثلا كونكشن، وفي بليتا. الحاجات دي برطات جوه، لكن الاسمبلي كلها اسمها العمود او اللي احنا هنسميه. طيب احنا طالما هنحط عمود دلوقتي، احنا مثلا ممكن نسميه اول عمود نخليه مين، او لا هنخليه ام سي. وطبعا احنا في الاسمبلي هنا بلاش نبدا من واحد لان الموضوع هيبقى محدود، هيبقى اخرنا 99 عمود بس. احنا ممكن نبدأ من 1000، يبقى معنا فرصة ان يبقى معنا 999 عمود عشان لو المشروع كبير نريح دماغنا. يعني يبقى احنا كده حطينا الاسمبلي نمبر مين كولوم. طيب النيم احنا ممكن نسميه مين كولوم، تمام. يبقى احنا كده سمينا العمود بتاعنا اللي هو الرئيسي. الحاجات دي طبعا بتبقى جاية في اللوح، احنا بس بايه بننقلها. فانا المفروض انا شخصيا بشتغل كده، انا بمسك اللوح بشوف عندي كام عمود الاول وادخله على البرنامج قبل ما ارسم. يعني مثلا انا كاني دلوقتي عندي مين كولوم العمدان الرئيسيه، وعندي الاند وول او الـ العمود اللي هو الجيبل اند وول، ده عمود تاني بيبقى بره. وعندي عمدان صغيره بتاعه الميزانين بتاعت مثلا هيتحط عليها خرسانه او حاجه، هيبقى دور يعني اداري او ايا كان. انا دلوقتي بدات ادخل المين كولوم اهو، تمام. طيب البروفايل هنا بقى، البروفايل ده اللي انا بختار منه العمود ده ايه. هنا طبعا عشان احنا داخلين بالانفايرومنت بتاعه الميدل ايست، فهلاقي حاجات كتير قوي. مثلا انا عايز ادخل اي بي اي، فهلاقي هنا هوت اتش اي اي و اتش اي 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 و اتش اي بي، حتى في مثلا يوزر سايز، في حاجات كتير. انا ممكن هنا اخش على الاي بي اي، وممكن مثلا هختار ان هو اي بي اي 450، اتكيت عليه هعمل ابلاي اوكي. هبص هنا في البروفايل هلاقي اي بي اي 450. طيب انا ممكن حاجه اسهل، ممكن انا اكتبه اي بي اي. خدوا بالكم ان طالما اللون كده اصفر في احمر يعني القطاع ده غلط مش موجود، لانه طبعا مفيش حاجه اسمها اي بي اي. بس مثلا كتبت 120، في اي بي اي 120، مفيش اي بي اي 12 فتلاقيه لون اتغير، فدي حاجه سمارت في تكلا 20. يعني مثلا انا قلت اي بي اي 450، خلاص هو كده عرف البروفايل بتاعنا اي بي اي 450. طيب نخش بقى على الماتيريال. الماتيريال هنا للعمدان كتير طبعا، المشهور فيهم في هنا هو اي 36 وفي اي 53. انا مثلا هشتغل هنا باس 275 جي ار، لا 275 اهو. انا مثلا ابلاي اوكي انا هشتغل بيه. طيب في مثلا انا لو انا في مكان وبشتغل بماتيريال معينه قدام، انا هعرفكم ازاي ندخل الماتيريال لكل حاجه، حتى لو العمدان حاجات انت عايز ترسمها بايدك هقول لكم ازاي قدام.
كده يبقى احنا خلصنا النيم المين كولوم والبروفايل والماتيريال والفينش بتاعنا والكلاس بتاعنا. طيب والنمبرنج خلصناه. طب والبوزيشن ده لسه لما نرسم هنعرف. تمام. طيب كده انا بقى ابدا اكتب هنا مثلا مين او ام سي. ام سي مثلا عشان انا كاتبه قبل كده ممكن نخليه مين سي. كده انا بدات احفظ. اتك بقى هنا على سيف اهوت. كده انا بدات احفظ هنا المين سي ده العمود بتاعي. طيب اقدر ادخل كمان عمدان الان دول. هنكتب هنا انت وول ده عمود اند وول. طبعا هيبقى اي بي اي مثلا 200 عمدان اند جيبل 200. تمام. طيب وبرضو الماتيريال خليها هي هي. ممكن نغير الكلاس بتاعه ممكن نخليه لون تاني. طبعا ده مش مين لا ده هيبقى انت وول. تمام تمام طيب نغير هنا نخلي الاسم بتاعه انت وول. يبقى انا كده سيفت. نكتب هنا بقى نسيف هنا سيفت العمدان كده المين كولوم والاند وول. طيب فاضل لي مثلا عمدان الميزانين. الميزانين كولوم. تمام ده اي بي اي كام ده ميزانين مثلا احنا ممكن نخليها اي بي اي 360. تمام نغير اللون بتاعه مفيش مشكلة خليه مثلا احمر. طبعا هنا مش اند وول ده هيبقى ام او زد سي ميزانين كولوم. اي اسم انت بتختاره بقى. كمان هسيف هنا. يبقى انا هبص هنا في المشروع بتاعي انا سيفت الاند وول والمين كولوم والام زد اللي هو بتاع الميزانين. انا كده دخلت البرنامج التلات انواع من العمدان اللي جاي لي في اللوح عشان يترسموا. طيب عايز ارسم انا بقى هنا هتك على كولوم عادي خالص. طبعا احنا متفقين ان احنا بنرسمش في 3D بنرسم في 2D عشان نحول من 3D ل 2D نعمل كنترول زائد بي بي فور بن. تمام متفقين على كده. احنا مفيش حد بيفهم او ديتيلر بيرسم كده خالص نهائي. هنعمل كنترول بي كده البلان بتاعنا اهو جبنا البلان. طيب نبدأ نتك هنا على بيم. هنرسم هنا عمود هنا عمود هنا عمود هنا عمود وهكذا. هنحوط كده المكان عمدان. طبعا احنا بنرسم اي عمدان لان احنا مش محددين ايه العمدان فهيطلعوا كلهم شكل بعض. رسمنا وحط هنا بتوع الميزانين مثلا نعمل الدروين كده دول ميزانين. طيب انا دلوقتي عايز بقى ابص عليهم في 3D هعمل كنترول بي تاني لان ادي العمدان اترسمت. طيب هعمل اسكيب. طيب دلوقتي احنا مش متفقين على كده العمدان ما اتغيرتش. طب انا عايز اغير العمدان دي. هقول لك سهل خالص. ادي ده عمود ايه ده عمود احنا متفقين عليه مين كولوم. ادي مين كولوم هعمل له موديفاي. طب انا هدخل على واحد واحد لا انا ممكن احدد العمدان علشان اتحكم في الشكل اللي انا بعمله ده. بعمل كنترول وسكرول اللي هو بيغير المكان. بص كنترول زي سكرول ممكن اروح يمين وشمال واتحرك في اي مكان. طيب انا اسهل لي ان انا اجي في التو دي كنترول بي واحدد كل دول كده لا اكنسل حدد ادي الهمدان اهي هيتفتح لي كده. هقول له لا دول مش ميزانين دول اسمهم مين كولوم موديفاي. تحددوا كده. طيب ودول كمان هيبقى مين كولوم بس دول مش كلهم مين كولوم ده كده هعدد دول كلهم. اوكي ماشي دول مين كولوم موديفاي. تمام طيب دول ثلاثة دول اللي في النص دول اند وول. هات كده من هنا فين الاند وول اهوت دول اصلا مرسومين اند وول. طيب اوكي حلو خالص احنا كنا رسمين من الاول كان اند وول. طيب عندنا هنا ستة في النص دول ميزانين فين ميزانين ام زد موديفاي. طيب نشوف بقى كده في 3 دي ايه اللي حصل. دلوقتي ادي الالوان اختلفت اللي احنا مختارينها. ادي المين واللي في النص دول
غيرنا الشكل اهوت، واللي في النص دول عمدان الميزانين. طبعا الاحجام مختلفة زي ما احنا واخدين بالنا، احنا ممكن نغير الالوان دي لو مش عاجبانا. دلوقتي انا حطيت العمدان، بس مش عارف اختار العمدان دي طولها قد ايه. طبعا كل دول مش طول بعض، لكن دول طول بعض. مثلا ازاي بقى انا احدد الطول؟ هتك دبل كليك كده العمود، هلاقي هنا العمود ده من يعني التكله بيعرفه بنقطه واحده، العمود بيتعرف بنقطه واحده، لكن البيم بيتعرف بنقطتين، والبليت بيتعرف بثلاث نقط. طيب دلوقتي خلينا احنا في العمود، احنا عندنا نقطه واحده. هو بيقول لك هنا لما نفتح الاوبشن للعمود بيقول لك ان البوتوم بتاعه بزيرو، طيب والطوب بتاعه ب 6000، يعني 6 متر. لا اقول له لا، ده مش 6 متر، ده مثلا عمود 9 متر، 9000. تمام، 9000 موديفاي اهو، لان العمود ده طال بقى 9000. طيب المفروض ان كل العمدان دي تبقى 9000. طب انا هعمل ايه؟ هدخل في عمود عمود؟ لا، هعلمكم دلوقتي حاجة جديدة، هعمل كنترول بي عشان ارجع للبيان. طيب هحدد كل طول. دلوقتي بيقول لك انا الحاجات دي عاوز اخليها 9000. طيب ادي 9000، كان ممكن طبعا ادخل الاطوال من الاول، بس انا عايز اقول لكم ان لو انا عايز اعدل حاجه، طب في حاجه هنا بانت تحت اسمها سيلكت اول او نون، انا ممكن اعدل كل حاجه، اعمل سيلكت اول، ممكن الغي كل حاجه. يعني مثلا ايه بقى؟ دلوقتي انا عملت نون، لغيت كل حاجه، عايز اعدل 9000 بس، مش عايز اغير لا لون ولا عايز اغير طول ولا عايز اغير اي حاجه. طيب انا حددت 9000، الموضوع ده مش هيبان هنا، هيبان في حاجه تانية. مثلا عمدان الاند وول، مش مشكله، الميزانين دول عمدان الميزانين انا واخد الاوبشن بتاعتهم كل حاجة، دول طبعا مش 6000، انا هخليهم مثلا 4000، ومش عايز اغير مثلا لان في عمود هيختلف عن العمود التاني في المسافة بتاعته، او في يعني مثلا اي بي 200 ده ممكن يبقى اي بي 400، فانا مش عايز اغير كل العمدان، انا عايز اغير اوبشن واحد اللي هو الارتفاع بس. فانا عملت كده، غيرت الاوبشن بتاعه الارتفاع بس. تمام، انا عدلت هنا، دول خليتهم 9000 اهو. دلوقتي بقى يظهر لي حاجة، بيقول لي هنا في فاريس، في متغير هنا، عايز تخليهم 6 ولا 9. هو البرنامج هنا 2020 بدأ يعني بصراحة الموضوع ده اسمرت فيه اوي. لا انا عايز اخليهم 9 موديفاي، ودول كام؟ دول المفروض يبقى برضو هنا 9 موديفاي، ودول هنا زي التأكيد 9 موديفاي. هو هنا بيغير لي الفاريس دي بس، التوب بس. تمام، هعمل بقى كنترول بي عشان اشوف الموضوع. دلوقتي لقينا الميزانين اثروا، والباقي زي ما احنا عايزين، كل الاطوال مظبوطه. طبعا هنا الاطوال هتختلف وكل حاجه، هنعدلها عادي، نمسك مثلا ده لوحده هنطوله شويه مفيش مشكله، ممكن يبقى ده 10000. تمام، وانا مش هعدل اي حاجه غير 10000 بس. اوكي، وده هخليه 10000. تمام، وانا برضو مش هغير غير البوزيشن ده. تمام. طيب كده يبقى احنا عرفنا ازاي نرسم العمدان زي ما احنا ما اتفقنا. اول حاجة احنا بنكتب، بندخل لتكلا العمدان اللي جالي في اللوح. مثلا انا عندي 4 انواع من العمدان او 5 انواع من العمدان، مثلا عمود مين كولوم، عمود ميزانين، عمود زي الاند وول، في مثلا عمدان تانية او في حاجة تانية، بدخلهم كلهم وبعد كده برسمهم. طيب في حاجة كمان في ايديت بقى العمدان، دلوقتي نبص هنا، احنا رسمنا ادي عمود، العمود ده اتجاهه صح او اتجاهه صح؟ طيب تمام، هنا الاند وول ده اتجاهه غلط وانا عايز اغير اتجاهه، هتك على العمود ده، لقيت هنا ان في بوزيشن احنا ما اتكلمناش فيهم، احنا خدنا التوب والبوتوم بس. بص بقى البوزيشن ده هيعمل ايه. اول حاجه الفيرتيكال، ممكن اخليه ميدل. ايه بقى ايه الاوبشن ده الفيرتيكال ده؟ دي النقطه اللي احنا بنرسم منها العمود، اللي هي مش السنتر بوينت، هي ريفرنس بوينت، اللي احنا اتفقنا من الفيديو اللي فات ان دي مش سنتر بوينت المنشأ اللي بنرسمه، لا دي ريفرنس بوينت اللي انا برسم ببدا منها وبنهي منها.
يعني مثلا انا مش عايز اخليها في الميدل، انا عايز اخليها في الداون. هتلاقيها نزلت بقت تحت هنا في العمود، بصوا في الداون تحت العمود. طيب انا عايز اخليها فوق اب، بقت النقطة تحت والعمود فوقيها، دي الريفرنس بوينت. طيب لا انا عايز اخليها تاني ميدل، رجعها زي ما كان، تمام، هيحطها لك في النص. طب في حاجة تانية بقى، الروتيشن ده اللي بيخليه لي يلف لي العمود. طب خد بالك كده، هي دلوقتي ايه؟ فرونت. انا عايز اخليها توب. تمام، ظبط الاتجاه صح بتاع الاند وول. طيب خد بالك، انا لو عايز اخليها باك تاني، رجعت زي الاول؟ لا ما رجعتش زي الاول. الفرق بين كل واحدة والتانية 90 درجة، كده هي لفت 180 درجة على الأول. لو خدتوا بالكم، 9000 دي كانت بتبص لفوق، لو خليناها تاني فرونت اهي كده، ده اللي احنا رسمناه الأول خالص الاتجاه الصح. طب أنا لو خليتها تاني باك، بصوا 180 درجة. فخدوا بالكم الموضوع ده عشان ما نبقاش احنا مثلا مخرمين في عمود من ناحية، أو حاطين كونكشن ونيجي نلفه بالدرجة دي ونفكر إن هو ما فرقش. لا هو هيفرق جدا، تمام. طيب أنا عايز أخليها مثلا بلو او لف التاني. انا كنت عايز اخليها باك، كانت مظبوطة تمام. لا مش مظبوطة، انا بقعد اجرب مفيش اي مشكلة. طب بعد كده هيتحفظوا يعني. طيب الهوريزونتال، بصوا بقى الهوريزونتال، الهوريزونتال ده بقى احنا شفنا الفيرتيكال بيحركها فوق وتحت، الهوريزونتال هيحركها ليفت ورايت. انا كده عايز اخليها ليفت، بس خدوا بالكوا هو مش بيحرك غير الريفرنس بوينت. بص خليها ليفت، انا عايز اخليها رايت، هخليها رايت. الكلام ده هيفرق معانا قدام، هيفرق معانا في حاجات زي البرلين مثلا، واحنا بنرسم البرلين هيفرق معانا في كذا حاجة. طب احنا خدنا بالنا ان في هنا ارقام، ما عدلناش احنا في الارقام دي. طيب ازاي نعدل بقى، وهتعمل ايه الارقام دي؟ اول حاجة في الفيرتيكال احنا متفقين ده فوق او تحت، مثلا هنخليه داون. طب انا مش عايز اخليها داون بس، انا عايز ابعدها 200 مللي. اكتب هنا 200 واعمل موديفاي. النقطة هي العمود بعد عن 200 مللي. لا يا عم انا عايز ارجعها تاني، نشوف ايه اللي هيحصل. هي اصلا النقطة جات عند الداون، عند اخر العمود. طيب انا لما حركتها كمان 200 مللي، مشت من بعد اخر العمود، يعني المسافة دي من هنا لهنا هتبقى 200 مللي. طيب اوكي، عرفنا كده احنا ايه الميتين ميل، رجع دي تاني ميدل موديفاي. هنيجي هنا بقى في الروتيشن، انا عارف الروتيشن هنا احنا عرفنا الروتيشن توب وكده، طب هنغير في ارقام مثلا 30، شوف ايه اللي هيحصل. العمود بيلف بزاوية، الروتيشن ده بزاوية 30 درجة. طب انا عايزه يلف 45 درجة، 45 درجة. العمود لف بزاوية 45 درجة، تمام. طيب لا انا عايز الففه 180 درجة، 180 درجة. العمود لف 180 درجة. طيب هو فين الدرجة؟ ما هو قالك ان انت عشان تلفه مثلا 90 او 180، هيخليه بدل فرونت هيخليه مثلا باك. هو مش هيلف بارقام، هو هيلف بالاوبشن اللي هو هتقولها في الروتيشن، تمام. طيب الميدل احنا برضو عارفين ان الليفت مثلا هنا انا هخليه ليفت كده، عايز امشيه بعد الليفت كمان 500 ملي، هلاقي ان العمود ماشي مسافة 500 ملي. لا يا عم رجعه تاني، تمام. ميدل كده احنا عرفنا ازاي نعدل في العمدان. طيب دلوقتي العمودين دول ما اختلفوش، عايز اعدلهم، هعمل عليهم سيلكت، وزي ما احنا اخترنا انا هختار مثلا هنا فرونت هخليها باك، لا باك هيغير 180، هخليها توب اهو توب انا، تمام. طب هنغير هنا كمان ادي العمدان دي توب، تمام. يبقى انا كده غيرت كنترول بقى بين رجع ال 3 دي، غيرت الاماكن. لا تصدق ده ما اتغيرش، تمام، ده احنا قلنا توب. كده العمدان اتغيرت، اللي هي الاند وول بقت اتجاهها صح. طيب الاتجاه هنا صح، الاند وول المين كولوم، وهنا طبعا الاتجاهات بتاعت الميزانين مش فارقة، يعني في ناس بتحبها كده وفي ناس بتحبها كده، احنا مش فارقة بصراحة. انا شخصيا هعملها في نفس الاتجاه بتاع المين كولوم، كنترول بي، عايز اعدل الاتجاهات دي كلها،
هخليها زي المين كولوم، بدل طب هخليها فرونت. ايوه اتجاهها تمام. هات كنترول بي تاني، رجعها للثري دي. تمام كده، يبقى احنا عرفنا ازاي نعمل عمدان وازاي نعدل عليها.